إن الله إذا أحب عبدا عظم في مشايب قلبه عظيم عظمات حضرة الحق، وصغر الخلق في عينيه، وإن أبت طينته أن ترى ذلك آلمه بكل من يعرف. وما ابتلاك بالخلق إلا ليوليك الحق، وما آلمك بكل من حولك حتى ترى أن الله من ورائهم محيط، حتى لا تركم إلى حبيب ولا تثق في طبيب ولا تميل إلى قريب، حتى إذا انمحت في قلبك الوجوديات صرت ساجدا بين يدي الواجد الأحد.